أحياناً لحظة واحدة تختزل سنوات كتيرة. تنتظر ساعة واحدة كل هالسنين الطويلة. وما حدا بيستنى معك، رح تبقى لحالك. وما بيقولوا لك الحقيقة وبتعجز تساوي شيء. بتقول بالمرة الجاي وبتخسر بالمرة الجاي. وبعدين راح تجي هالساعة اللي ناطرها. بس ما رح تعرف لما بتستنى. قدرك يمكن ينعكس بلحظة واحدة. الشيء اللي رح تفكر انك خسرته يمكن تلاقيه قدامك. الشيء اللي مفكره انه لعنة ممكن ينقلب فجأة. وقت بتخسر عيلتك كل الخسرانين بيكونوا عيلتك. معلم، ديفو مرحبا شريك. على سادة الركاب المسافرين إلى مدينة أنقرة، التوجه إلى الرصيف رقم 7 وشكرا. بابا بابا يا خال. عليك وما اجا. كان معك حق. تعال لعنا لهون خال، تعال رجع لعنا يلا. يلا رامز.
خالي! خالي! بابا! 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 ليش؟ اهدى خالي، اهدى، اتصلوا بالإسعاف، اتصلوا بالإسعاف! بابا! انت لو دمه من دمي مستحيل يقدر يعملها، اعملها شفت. خال ما تحكي هلا، ارتاح شوي. كنت غلطان فيه، هو عملها لانه دمه من دمي. بابا! خال مشان الله لا تتعب حالك، ليكن جايين. لا لا لا، ما تخليهم يجوا. اذا كان هذا الشيء لازم ينتهي فخليه ينتهي بمطرح ما بلش. خال ما خلص شيء، ما خلص شيء يا خال. اذا انتهى كل شيء بالمكان يلي بلش فيه يا بنت اختي، رح يبلش من جديد، بيبلش بنفس المكان. شوف شوف، اطلع وراح تشوف يلي حكيته. اطلع منيح هنيك، اطلع منيح، اطلع. قبل 40 سنة نزل شاب قبضاي بهالمحطة. اطلع اطلع يا ابن اختي، اطلع، شايفه؟ شوفه يا ابن اختي، شايفه يا خال، شايفه. قبل 40 سنة نزل زلمة بهذا المكان بإيده شنتاية سفر، في بجيبته سكين وما معه شيء، وكان لحاله. كانت الدنيا عم تهمس بإذنه وتقله ما رح تقدر. قالوا له ما رح تقدر تدخل من هون، بس دخل. قالوا له انه ما رح يقدر يضل بقيان هون، بس بقي. قالوا له انت ابن ضيعة فقير كتير كتير، وبوضعك هاد رح تقدر تطلع على قمة العالم؟ ما رح تقدر تعملها، مستحيل. بس مع الايام الطويلة قدر يعملها. شايفه يا ابن اختي؟ ما فيني خال، ما فيني من دونك، ما فيني اعمل اي شي بلاك. ايدي بايدك يا ابن اختي، انا معك، لا تخاف. بتقدر، لا تخاف، بتقدر، بتقدر. ليكم اطلع، اطلع. خال! بابا! تحمل يا خال! شو هالمسخرة؟ شوفوا لوين وصلنا، شوفوا مين جاي يواسيني هلأ. ليش انت اللي اجيت؟ شو صحي ضميرك فجأة؟ شو هالمسخرة؟ شو اعمل؟ روح يعني؟ ايه روح انقلع.
رح أوقف هون لك. استند علي إذا حبيت، أنت حر؟ كل شي صار معي نسيته من وراء لهذا الزلمة، هالزلمة كان كل شي إلي. إزيل قال بدون دخلوه على العمليات، وغير هيك شو قال كمان؟ ونكون جاهزين لكل شيء. أمي؟ بعده عايش؟ أمي بعده عايش؟ هلأ بالعملية، الدكتور قال كونوا مستعدين. معقولة بابا يموت أمي؟ ارفعي راسك أنتي، رامز بعده عايش، رامز بعده عايش، سمعتي؟ جنة المرض. تعال إزيل قوم وقف، إزيل قوم وقف، قلتلك قوم. شو صاير لكم؟ شو بكون؟ شو يعني رامز ما علمكن؟ الشجاعة بالقلب. فهموني انتو ليش خايفين، فهموني ليش هلأ انتو خايفين من الأمل. أحكن ها، أعكن أعكن أي واحد منكم يفكر إنه رامز رح يموت. يا أما كلياتكم بتطلعوا من هون وبتروحوا، أو هلأ قدامي بتقولوا لي إنه رامز رح يعيش. والله هيك الواحد لازم يقول رح يعيش. إن شاء الله على خير. دكتور دقيقة، شو كيفه هلأ؟ أنا شو قلت لكم من شوي؟ معجزة، هيك قال الطبيب، معجزة. طلعوا من غرفة العمليات وهلأ دخلوه على العناية مشان الإنعاش. قال إذا رح يصمد 24 ساعة رح يعيش، 24 ساعة ورح يعيش. إيش قال؟ شو لوين رايح؟ لازم فوت شوفه، لازم فوت شوف الخال. عفوا شو عم تعمل؟ ما فيك تفوت لهون. أنا رح خبر الدكتور. روحي خبري. انت نام، انا رح احكي لك قصة طويلة شوي. كان يا مكان كان في سجن معتم، وكان في شاب التقى مع معلم كبير، بس لا تفكر ما عم بحكي عنا، مثلنا بس مو نحنا. تعال يا ابن اختي اعطيني ايدك. وصار يعطيه كتاب ورا كتاب لهالشاب، وكل ما خلص كتاب يعطيه غيره، ويصير بينهم حوارات ما بتنتهي، حوارات ما بينشبع منها. لا يا خال، هدول اتنين مو نحنا،
المهم ما انتبه له من قبل. كان في وشم على ايد المعلم. هذا الشاب بلش مع المعلم يفتح عيونه شوي شوي. هذا الشاب المسكين الزمن غدره. صحيح كان شاب طويل عريض، بس بالأخير طحنه الزمن وخسر كل شيء. خسر كل شيء كان مفكر إنه بيملكه. إذا رحت على السجن بتلاقي ألوف مثله، بس هذا المعلم مسك بإيده لهالشاب، وآخر الشيء عطاه اسم، وصار هالشاب بده ينتقم من يلي صار معه. نسيت قلك شي، هذا الشاب تشوش شوي، حس هالاسم لعنة عليه، حمل هالاسم كأنه كومة حجار. بس هالمعلم كان حاسس هالاسم هدية لهالشاب. ما عرفش تركه دقيقة، عطاها الاسم جديد من شان يقدر يقاوم فيه وسخ الدنيا. يا خال، انت هلا عم تسحب ايدك من ايدي، عم تقلي روح وكون رجال. انا ما فيني، انا الانتقام تبعي خلص، ولسه في عيشة، والمصاري والاملاك اخدوها كلها، واخر شيء انت. ما فيني يا خال، ما فيني اطلع من هذا الطريق لوحدي. طلع جنكيز هذا مو ما عندي خطط جديدة لإيزيل، ما عم تخطر على بالي ولا أي فكرة. أنا مثل أول يوم لقيتني فيه مرمي بالسجن، صرت عاجز يا خال، ما بدي هالشي. هذا المجرم أخذ مني الاسم يلي أعطيتني إياه، طلع عليه يا خال، أنا عمر مرة تاني. خليكن جنبه. أخي علي، ما عمير شي يا جنكيز، عم يقوموا أحشاء رفيقنا، لازم تفكر بشي.